Rabia Kasba, le rôle d'Israël dans l'Afrique et la tension avec l'Algérie. شوف واجمع. ديجا نسيت كاع لي سوجي فاش كنت حنهضر. بصح لا كيستيون هادي هي امبورتونت، لو رول ديزرائيل، ما هو دور اسرائيل في افريقيا والتشنج مع الجزائر؟ خلوني من التشنج مع الجزائر سيدي خرطي، مش ما يكذب عليكم، حتى بونيول، حتى معربز، داكور، ما كان حتى تشنج. العالم مصالح والقيادات في الجزائر الخاينه على بالها بلي العالم مصالح، ما كانش حاجه اخرى. ما هو دور اسرائيل في افريقيا؟ شوفوا يا جماعه، نمدوا مثال بسيط. عمي بوعلام اللي يربي الدجاج عنده انتاج نتاع 1000 دجاجه في النهار. الفيلاج اللي عايش فيه عمي بوعلام والمدينه اللي حداه ياكلوا 500 دجاجه في النهار. واش يدير عمي بوعلام بال500 دجاجه الاخرى؟ هل يقتلها؟ يبيعها باطل؟ واش يدير لها؟ ينقص في الانتاج نتاعو، يفقر، لانه خدم معدات باش يدير انتاج كبير. لازم يحوصلها على سوق، ان مارشي اور سا زون جيوغرافيك. يعني عمي بوعلام ولا يوكل قسنطينه كاع جات شبحها ولي كومون تاع قسنطينه، زايد عليه يديه العنابه، دونك يحل طريق جويه عنابه ولا تبسه ولا باتنا ولا دزاير ولا بجايه، تابرت. اسرائيل دوله قويه صناعيا وتكنولوجيا في مجال لي سيرفيس الخدمات، تعتبر من اقوى الدول في العالم. في مجال الزراعه والمجال الزراعي تقدروا تعتبروها من أقوى الدول المتخصصة في الزراعة في الأراضي ذات طبيعة صحراوية وشبه صحراوية. هي ماذا بها؟ تكسبورتي العلم تاعها، لو سافوار تاعها، الخدمات تاعها، وتكسبورتي السلع تاعها، وتكسبورتي البنوك تاعها، وتكسبورتي المنظمات المالية تاعها. وهي بلاد قدك، كولوار إسرائيل يا جماعة، كولوار أقل من ولاية تلمسان. على ولاية تلمسان سي نورمال، ربي تاعهم الكبير، عندهم نبي مدفون تما، أقل من ولاية تلمسان. وين حتفتح إسرائيل؟ الأمريكان عنده الشركات نتاعو والخدمات نتاعو وفاتحة فيه. لوروب كيف؟ وين المجال اللي فيه البلاصة وفيه سكون أبل أن ديفلوبمون إمبورتون أنويال؟ لافريك. كي لوروب دير 1% دو كرواسونس، لافريك في 6 7 8 10% دو كرواسونس. هذا مع الرشوة والميزيرية والقوانين، ما كانش سي نورمال. اسرائيل سي لير دو لافريك، سي لير دورادو بور اسرائيل، بور لي ايتازوني، بور تو الموند الا الافارقة. الا الافارقة ما على بالهمش واش كاين تحت رجليهم، ما على باليش، ما فهمتش. ما ان شاء الله يفيقوا. جو فولي درك افون دو دوني لو مو دو لا كلوتور ا تو الموند، اون ا با يو دابيل، صوت الشعب اليوم سا مارش با. حبيت نقول لكم حاجه برك، الناس اللي تحكي لي على زيمور و اجماعه، سي ان جو بوليتيك. نطرح سؤال بسيط، ان كون كيما زيمور، فو كرويي كو دومان يسرا بريزيدون تاع فرنسا؟ موا جو بوز اون كيستيون لي جون كي سويف، لي كانديدا ا لا بريزيدونسيال في فرنسا ابار ماكرون، كاين واحد يفي لو بوا افيك ماكرون؟ Moi, je ne vois pas. Vous savez, même France, Reiss, c'est devenu un VRP. France, Afro-Américaine. C'est maintenant ce qu'on appelle l'intérêt national, l'administration et la vraie oligarchie
militaire ou administratif qui dirige le président. نعطيكم كلمة ونخلص ونمد لا بارول دون شي با كون 2000 كالك شوز 2000 كالك شوز صارت فضيحة إيمونس في لي بيي سكانديناف اي سون تيكيبي اون اف 16 وفيها افير دو كوربسيون ما سمعتش انا بالبي دي جي تاع لا كومباني اف 16 جي با نسيت زعما دوغلاس ماكدونالد جو كرو ولا مانيش غلط داو الحبس ولا شارعوه بور افير دو كوربسيون. انا واش حاب نقول الرساله تاعي للشعب الجزائري هي رساله باطن الامور غير ظاهرها. الرساله تاعي نحب نقول للشعب الجزائري اتتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قرأوا سورة الكهف سيوا تفهموا ما هي الموعظة من القصة اللي بين الخضر وسيدنا موسى عليه السلام. كي تفهموا الموعظة في القصة هذيك اللي هي من أحسن القصص التي قصها الله على الرسول بس يقول في الآية ولنقصنا عليك أحسن القصة بما أوحينا إليك، تتعلموا منها باللي ظاهر الأمور لا يعني حقيقتها، لا يعني حقيقتها. لازم تكون عندك متوفرة المعلومة الحقيقية أو مجمل المعلومات اللي تخليك ترى بوضوح الصورة الحقيقية. عسيتي بالجزائرية كيما مادام مطربقة بالماكياج وبالفون دو تان وجابوا لها 40 لبنانية ماكياولها هي تشوفها تقول هذه هي لون جاب بنت الغول منها وحدت هي بانها تضرب دوش وتشوفها يا منعش تحسبوا صاحبك بو علام ماشي تابو علام تابو قوص ماشي تابو علام. دونك هذه هي. وانا مشكلتي مع الناس اللي تهضر بكل مشكلتي الحقيقية معها ما تكذبوش على الشعب، ما تستعملوش السوفسطائية، لانه اللي يكذب على شعب ما عندوش المعلومة كأنه يكذب على طفل صغير. ويظهر لي